مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما نشاط خلايا رعدية خلال أمسية اليوم بحول الله على أغلب المناطق الداخلية، يجب أخذ الحيطة والحذر. خلال يوم الغد بإذن الله الصفاء سيبقى يميز على العموم السواحل الشرقية والوسطى رغم انتشار بعض السحب، لكن بسواحل الغربية الأجواء غالبا ما تكون مغشاة، احتمال لبعض الأمطار المحلية خلال الصبيحة. المناطق الداخلية تبقى تشهد دائما نشاط خلايا رعدية تكون مرفوقة بزخات من الأمطار المحلية، أحيانا أيضا حبات البراد تكون متوقعة نحو المناطق الداخلية الوسطى ومنطقة الأوراس. جنوبا شمال الصحراء لغاية الجنوب الشرقي والصحراء الوسطى ستشهد أجواء مشمسة على العموم، بعض الرعود المنعزلة نحو الصورة، وتبقى نشاط أو يبقى نشاط بعض الخلايا الرعدية المحلية. بالنسبة لأقصى الجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار والتاسيلي، إذا زخات من الأمطار المحلية أحيانا حبات البرد بأقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تكون مرتفعة تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة بسواحل، وترتفع بالمناطق الداخلية ما بين 25 إلى 28 درجة على مقياس بشلف، جنوبا 25 درجة أيضا بتمنراد، 27 درجة بجانات. تبقى مرتفعة من شمال الصحراء نحو أقصى الجنوب ما بين 30 إلى 34 درجة. خلال ظهيرة الغد بإذن الله الحرارة قصوى ستشهد ارتفاع نحو المناطق القرب ساحلية، وكذلك بالمناطق الساحلية الغربية، 38 درجة منتظرة بوهران، 39 درجة بقسنطينة، في حدود 40 إلى غاية 42 درجة من غليزان معسكري إلى غاية تيزي وزو، ما بين 35 إلى 36 درجة بالمناطق أو الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تقريبا نفس المقياس بمرتفعات الهوغار وتاسيلي. تبقى تفوق 40 درجة من شمال الصحراء نحو أقصى الجنوب لتقارب 46 درجة على مقياس بالصحراء الوسطى. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل بسواحل الشرقية، قليل الاضطراب بسواحل الوسطى والغربية، الرياح تكون ضعيفة تصبح معتدلة خلال ظهيرة نحو سواحل الوسطى، تتنا من شرقية إلى شمالية شرقية على السواحل التي تقع بشرق العاصمة وتدور إلى جنوبية غربية نحو سواحل الغربية. خلال يوم الثلاثاء بإذن الله يبقى الصفاء يميز كل السواحل بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر نحو سواحل الغربية. أما بالمناطق الداخلية تبقى تنشط زخات من الأمطار الرعدية، نفس الأجواء من تندوف لغاية أقصى الجنوب، خلايا رعدية منعزلة ستميز شمال الصحراء ومنطقة الواحات، درجة الحرارة تبقى مرتفعة بالمناطق الداخلية والسواحل الغربية في حدود 41 درجة لتصل إلى 43 درجة دائما نحو المناطق الداخلية. يومي الأربعاء وكذلك يوم الخميس تراجع طفيف في درجة الحرارة نحو سواحل الغربية ولو بدرجتين، لكن دائما على العموم تبقى مستقرة ومرتفعة، صفاء دائما بسواحل، أمطار رعدية تبقى تنشط بالمناطق الداخلية أقصى الجنوب لغاية منطقة تندوف، كما ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بالصحراء الوسطى. نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة، وقت شروق الشمس بحول الله سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و16 دقيقة، أما الغروب على الساعة 7 مساء و20 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، دائما عناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى في الخدمة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.